تعليل في برنامج سرك في بير للتواصل معنا. بإمكانكم الاتصال بنا على رقم 71-113-1000 المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو عسلامة لله، مرحبا بك. أعيشك، مرحبا. مرحبا، اسم أختي المستعار في آية. ها؟ آية. مرحبا بك يا آية، قداش عمرك؟ 27 27 سنة. إيش تعمل في الدنيا؟ نخدم. تخدم، مرحبا بك لله. شو مسهرك معنا الليلة وشنو اللي مقلق أختي؟ Tout d'abord, merci pour m'accepter pour parler. Alors, moi, je suis Kulti. Et tu m'as dit que ça. Mensousa. Mensousa. Oui. Mensousa. 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 تحكي بالعربي مكسر، معناتها عربية دارجة مكسرة. بو ما نحكيش بالعربي برشا، على خاطر نحكي من تنجم تفهمني. انت تونسية ولا انت تونسية؟ ما نعيش في البرا. تونسية معناتها؟ اي تونسية، مي ما نروحش. ما تروحش ديما. مرحبا بك، قولي قولي شنو اختي. حبيت نقول على مشكلتي avec mon ex fiancé. وين تعرفت عليه الساعة؟ تعرفت عليه في قنطاوي. في سوسة معناتها. في سوسة فوالا. تعرفت عليه و دون 3 mois جاي يخطبني. جاي يخطب فيك من داركم. فوالا. داركم في تونس؟ وي، كان أمي مش في تونس. فوالا، كنا عائلة بابا وعائلة عائلته هو. اي دونك هو في الجمعة الأخرانية خطبنا وكل شيء. عملتوا خطبة وكل شيء؟ عملنا خطبة فوالا. اي من بعد بدينا نتعرفوا على بعضنا، ملول مهلة هو جابني ياسر. من بعد بدينا بالمشاكل. شني من المشاكل؟ خطر اني نروح ونمشي لتونس ونرجع. سمعني. كل مرة الغيرة متاعو ياسر ياسر. هو مغيار برشا، هو مغيار برشا فولا. يغير عليك انت معناتها؟ يغير من اي حاجة صغيرة يردها معناها يغير عليها برشا. بعد يا أخي كي نتعارك مع بعضنا يتكلم مع صاحبتي. صاحبتي من تونس هي. يعرفها هو؟ يعرفها من أني نعرفها عليها. اي سمعني. يحكي معها فيش؟ يقولها تتكلم مع فروزين، قولها راني معناها من قصد شو اللي نرجع ومطعمنا. كانت هي سؤال، هي اللي تقول تكلمني ولا باش نرجع نتكلمه. واني نبدا العصابي في فرنسا ما نجمش نتكلم معاه ديما، سينو نهبط لتونس نوليو في المشاكل ديما. يا اخي ولا يكلم فيها هي. وجا نهار العيد ميلاد متاعي. عيد ميلادك انت في فرنسا ولا في تونس وقتها؟ وقتها اني في فرنسا. كيف قريب يجي لعيد ميلاد نهبط اني لتونس. قبل نهارين ومشيت للاستاتيسيان، هو طلبني قال لي اوكي بيان سور اني نهبط لتونس. نقول له انت ما قلتلوش؟ نو سي قلتلو نهارتها. وجاي روح بيا اني عندي داري. نعطيه المفتاح هو يقعد فيها. وكيف نهبط لتونس نمشي لدار مع نمشي لدارك. فوالا يا اخي
أحبية ميليستاتيسيان في حالة باب الدار نلقى صاحبتي هذه في الدار هو معك وهو داخل معايا فوالا كيفاش هذا شنو يحب فوالا ايش معناها يا اخي فوالا كي دخلنا للدار وحليت في الصالة اون ديغي اني في بالي لو جور دو مون انيفرسير وكل شيء مي في الصالة مش عامل حتى ديكوراسيون تاع انيفرسير ولا حتى حاجة تلقى صاحبتك غادي في الدار نلقى الطفلة فوالا اش تعمل هون يقول شنو تعمل هي تهزني عندي داري اس بلس دو هزتني البيت الثانية اللي هما عاملين فيها لا سوربريز اي تو il m'a dit habite normal avec surprise ma صاحبتك oui joyeux anniversaire on est habak odrchni والبنية هي والي والي مدينة فوالا حملتها اني بصراحة جيتي تري ستوبيد حملتها ميرسي وكل شيء وهو زاد ميرسي هو اللي ما دوني ان كادو اي تو فا بيان يا اخي من بعد في السهرة شربنا وهي ما تشربش من بعد هي تبدلت كاريمون جو سي با ما نعرفش شنو اللي صار لها ابارامون الى دوني اكستا لشكون للطفله شكون اللي عطاها الاكستا هو اي عطاها الاكستا اي صار وهو زاد اي واني نشرب هو يعرفني كيف نشرب جو بابا معناها نعمل حاجة هكا ولا هكا خطر ما نعملش حاجات المخدرين اي مي سي نورمال كو نشرب عادي اي ابخي نشوف الطفلة نحات لفولاخ واخذ راحتها بالباهي بالباهي وهو قال يحملني هكا ويمسها هي او ميم طون يا رسول الله فوالا واني راني فايقه مي عمل روحي مش فايقه مش فاقت بيه يا اخي شفتو بعد خرجت وعاودت رجعت لقيت يبوس فيها يبوس في الطفلة والطفلة نحي شعرها والطفلة معاه تحمل فيه يحمل فيها قدامك انت هذا ولا هذا هو اللي هبلته اني قدامي كل شيء أبخي قعدت ساكتة هي تقول لي جوايوز انيفرسير ومن بعد تمشي ومن بعد جو سي با تتصرف بيزار من بعد مشيت لبيتي كيف مشيت لبيتي هو جاي هي تعبت سامحني هي تعبت يا اخي هذا الفرشي وراقدت وبخي اني قلت له سي بون راني تعبت مشي هزني للفرش زاد هو حملني هكا وباقي يشد في الطفله هي بيدها اون ديغي معناها اني نخسر له هكا ومش يحب يوريني اللي هو يحمل فيها يمس فيها يا اخي قلت له انت نورمال يا اخي قلت له انت مش متربي مش راجل ما عادش نكلمك المادي علاش تقول هكا حس بي اللي نفقت بيه هو يقول
ولا هذه في رمضان سكرانة وكل شيء، والطفلة مش فايقة، ألو خليني يعني الفايق فيها من نعمل اللي نحب عليها. يا أخي مشيت في الصباح، هي أني راقدة وهي روحت، بعثت لي مساج قالت لي أنت سبب في كل شيء، ما عادش تكلمني بو أني ما فهمت حتى شيء. الطفلة ما تكلمنيش هقداش من شهر، ما تكلمنيش ما تكلمنيش، هل ما بلوكيش في فيسبوك وبعد هو نحكي معاه يقول لي انه هي حبت تعمل هكا وتحب تبعدني عليك، وديما انت تبدا مش في تونس تقول لي راهي عندها كلكا غاديكا وتقول لي تتعارك وديما تجي معايا ديما تخليك انت غلطة، حبيت ننتقم منها وانت راك عززتي نحبك انت، وهي ما تكلمهاش وترشنا اوندي غير معناها يحكي معايا دو تيل فاسون، تقعد هكا وتقول وي عنده الحق ونرجع نكلمه عادي. انت ما زلت معاه خطيبك هذا؟ سانسيغمون ما زلت معاها وما زلنا في المشاكل، واني مانيش فاهمة حد شي، مانيش فاهمة كيفاش اني نتصرف معاه ونرجع له ديما، كيفاش اشاك فوا يعمل لي حاجة خايبة ونرجع له ديما. سامحني، انا اللي فهمته من استدعاء البلانية هذية معاك نهار عيد ميلادك، تفهم فيا؟ وي حاب يغلطكم الناس الكل. هذا علاش اللي اني ما فهمتش شنو نتصرف. لا هذا تبعد عليه، هذا عنده مشكلة، هذا عنده مشكلة. ألو هو كيف قال لي هكا، هي طفلة مرة صارت جاست، هو كان معناها يحكي لي قال لي راني ما قلت لهاش هكا، وبعد هي كي جات قدامه قالت لي وي راني قلت هكا. هي شنية الحكاية، اني ما نعرفش نتكلم برشا، نكبتي برشا، سي بوغ سا حسيت روحي ضايعة. اي ضايعة ماكش فاهمة الحكاية ويتهمزوا عليك الزوز معناتها. فوالا مانيش فاهمة حتى شيء، كيفاش نتصرف، والله مانيش باش نفهم، حاسة روحي شوي تخو بيرتوربي، ما عرفتش شنو نتصرف. انت سيد هذايا حاجتك بيه ولا؟ اني بوغ اتخ سانسيغ نحبه. باهي تحبه، يفسر لك شنو اللي صار نهار عيد ميلادك. فسر لي وكي نقول له شنو اللي صار؟ شنو اللي صار لور نهار عيد ميلادك؟ شنو اللي شنو اللي صار؟ قال لي راهو اني حبيت نعمل لها جيست خايبه. اي؟ على خاطر هي ديما تشبك فينا. لا 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 لا، ديما تشبك فيكم ويعمل لها جست خايبه، ما يجيبهاش لدارك الساعه من غير ما يقول لك على اساس باش يعمل لك سوربريز. وهذه جات لدار، والمره هذيك الله اعلم جات لدارك قبل قداش من مره. اثنين، كان يحب يعمل لها جست ما عادش يكلمها وما عادش يدور بها، ويقول لك ما عادش تكلمها وما عادش تدور بها. سيد هذا يلعب وقاعد يفدلك ويحب يعمل حاجات ماهيش مقبوله. فهمت؟ ولا وي فهمت ولا ما فهمتش؟ معناها اني غلطة فيها. مش غلطة فيه، شنو اللي انت اللي ريتو نهار عيد ميلادك في الدار؟ لوجيك عادي؟ ريتو عادي؟ لا سي با نورمال، سي با نورمال، مش عادي. وي ماهوش عادي، طونكو ماهوش عادي، السيد هذايا ماهوش طبيعي، ماهوش عادي. وانت من بعد تعرف شنو اللي عمل ايه؟ اللي عامله مش طبيعي. وي فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ وي وي سي فغي، مش طبيعي مش طبيعي. مي المشكلة وقت يحكي لي يقنعني نقطة نقطة تقتنع تقتنع فوالا تقتنع الاخر، معناها نسكت ونقول وي كاريزون ونرجع نورمال. معناها في أي حاجة في أي حكاية يقول لي انت الغلطه، نفسر لك علاش، على خاطر انت مش تعرف تونس. سامحني. السيده ذي جايب طفله يبوس فيها قدامك ومرقدها في بيت نومك وي. ويتلمس فيها
ودرا شنو ودرا شنو سامحني هذا ما هذا ما ماشيش موش لايق عيب عيب السيد هذا ثبت امورك معه اني با نورمال داكور دو ايه وي تو في تري اتونسيون ثبت امورك رد بالك وعرف شنو اللي قاعده تعمل داكور دو لله وي ميرسي انفينيمون يا عايش كلا اللي عايش كلا اللي قاعد تصبح على خير ماضي ساعة و 38 دقيقة على موزايكا فما زلت ما نحطش ماضي ساعتين نتاع الليل ناخذوا زوز انغام قصار وناخذوا المكالمة الهاتفية الأخرانية